الناس اللي في التل الكبيره والرصاصين اكيد سمعوا صوت الفرقعه بتاع الغريب دي. تابع الفيديو لحد الاخر وما تنساش عندنا باللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. كل الاخبار الحصريه هتلاقيها عندنا في القناه. تابع الفيديو لحد الاخر. تعالى بصراحه حر، تعالى ارحم، تعالى ارحم. يا لهوي ها اكيد موتك حد. ميت انبوبه يا احمد، ميت انبوبه، اقسم بالله والله ميت انبوبه بصراحه في الغالب يوم العصر. ميت انبوبه يا والله. هات بنتور. طب ارجع يا حمار، ارجع الحمد لله بر الصوره معاك يا حمار. ميت انبوبه بصراحه. دول ميت انبوبه، ميت انبوبه. هي كل واحده بتفرجع انبوبه. ما هي يا محمد بعيد كده يا محمد. لا لا الحمد لله. لا هو تعالى يا محمد، كهرباء كهرباء. يلا يلا الطرف، الطرف ارجع، الطرف ارجع، الطرف ارجع، الطرف يعني فرقع. انا همشي يا اسطى. سمعتوه؟ ابص انت يا اسطى، الطرف ارجع. يا احمد نزل الارض. لهوي 100 انبوبه يا محمد. والله بيشغلوا الفرن بيسوي الطول. 100 انبوبه. واللي غيظك بقى لوحه كونتاكتر 3 فاز بتشغل لهم غلايه كده. وين يا لهوي يا محمد؟ 100 انبوبه يا جدعان، مش شويه برضه. ربنا يستر على الناس اللي حواليها يا اولاد. ارجع بس يا حمار، ارجع يا حمار. هو حسن وجع الارض زي ما جاي كده. ارجع ورا. شايف الانبوب بتطير ازاي يا حمد؟ بتبعت علينا اهو. شايف الانبوب بتطير ازاي؟ يلا يا عم.